تعال بقى نبدأ في الدرس بتاعنا بقى وركز معايا كويس. طرق التحليل الزلزالي. طريقة السيمبليفايد ريسبونس سبيكترم ميثود بعمل ايه؟ باجي اقول لك لو ما المبنى يضربه بقوة 4 ريختر انا مش فاهم يعني 4 ريختر. شيل ال 4 ريختر دي وقول لي كانك زقيت المبنى بقوة 100 طن. انا افهم 100 طن دي. اقدر احللها على كل دور واقدر اصمم العناصر بتاعتي. انما تيجي تقول لي ريختر ومش ريختر معرفش. تيجي تقول لي اكسلريشن وعجلة وسرعة ما
ما بفهمش الكلام دوت. انا اللي بفهمه ايه؟ قوه، عزم، شير، صح؟ فالفكره كلها في الطريقه دي ان انا بكافئ القوه الزلزاليه بتاعتي بقوه استاتيكيه عشان اعرف احل. عشان كده ليها اسم تاني اسمها equivalent static force. طريقة القوة الاستاتيكية المكافئة، قوة استاتيكية مكافئة. هي الطريقة اللي احنا هندرسها مع بعض ان شاء الله خلال الاسبوع ده كله، وهي طريقة فيها معادلات كتير بس مش صعبة يعني، بس هي محتاجة شغل. طب يكون جه قال لك ايه بقى؟ انت مش هينفع تشتغل بطريقه الايكويفالنت ستاتيك فورس دي في كل الحالات، مش هينفع. لازم عشان تشتغل بطريقه الايكويفالنت ستاتيك فورس او سمبليفايد ريسبونس سبيكترم ميثود لازم يتوفر شروط. لو ما توفرتش لازم تروح لمين؟ المعطي. المعطي دي بنسميها دايناميك اناليسيس، تحليل ديناميكي. درست انت من الستراكشر ديناميكا المشكلة صح؟ دايناميكس ماس وسنجل ديجري وفريدم وباك ديجري وفريدم والكلام ده كله، هو ده هو اساس علم الزلازل على فكره، هو ده اساس علم الزلازل. فكوركي قال لك ايه؟ علشان تشتغل بالطريقه دي لازم يتوفر شروط معينه، لو ما توفرتش الشروط دي لازم تروح لانهي؟ للدايناميك. طب ايه هي الشروط دي مثلا؟ الشروط ديت شروط الانتظام الافقي. يعني ايه شروط الانتظام الافقي؟ يعني يكون البلان بتاعي منتصف افقيا، يعني ما يكونش البلان بتاعي جزء مثلا هولو وجزء مثلا بوينت في النص شارع كبير وجزء مثلا فلات وجزء سوليد كده. المبنى بتاعي مش منتصف افقيا، طالما ان المبنى بتاعي مش منتصف افقيا فانا ما ينفعش استخدم الطريقه دي، لازم اروح لمين؟ للديناميكي. لازم يكون المبنى بتاعي منتظم راسيا. يعني ايه يكون المبنى بتاعي منتظم راسيا؟ يعني يكون الدور الارضي مثلا مساحته 1000 متر مسطح، الدور اللي فوقيه طبيعي يبقى مساحته 1100 900 صح؟ مساحه قريبه من بعض. ما تجيش تيجي تعمل قص مفاجئ في المساحه، يعني ما تجيش تيجي تقول ايه؟ مساحته 1000 في الدور الاول، الدور الثاني مثلا مساحته مثلا 400، لا ده كده تغير غير طبيعي في المساحات، فده كده مش انتظام رأسي. فما ينفعش استخدم طريقه السمبليفايز، لازم اروح طريقه الايه؟ المالتي. ما ينفعش استخدم الطريقه دي لو كان مثلا عندي اعمده بطلعها وبعدين الاعمده دي بموتها وبجيب مثلا لبشه طايره ولا حاجه وبزرع عليها اعمده جديده. او ما ينفعش استخدم الطريقه دي في حاله ان انا عندي مثلا كمرات وعليها زرع عمدان. ما ينفعش استخدم الطريقه دي لو انا عندي مثلا الشير وولز مش مستمره من اول الاساسات لحد اخر دور. الشير وولز اللي هي العناصر اللي بتقاوم القوه الزلزاليه لو مش مستمره من تحت لحد فوق خالص ما ينفعش استخدم الطريقه دي، لازم تخش على ايه؟ على الديناميك. يعني ايه مثلا؟ ساعات يجي يقول لك كده من الدور الارضي لحد الدور العاشر انا عندي شير وول، وبعدين من الدور العاشر لحد الدور 15 انا بموت الشير وول واطلع مكانها عمودين. ما ينفعش الكلام ده يتم. لو الكلام ده تم يبقى لازم اعمل موديل ايه؟ دايناميك. يعني باختصار شديد انت مش هتعرف تعمل الطريقه دي الا في الظروف العاديه، الا في مباني الابراج العاديه اللي احنا بنشوفها. برج عالي 12 15 دور 20 دور، سيمتريك مش لازم سيمتريك يبقى الشرق سيمتريك، لا البلطه بتاعتي واحده، الادوار عاديه مفيش فيها اي مشاكل. طيب الحمد لله علشان بقى تشتغل بالطريقه دي حوار الحوار. يعني انت هتخش في سكه ومش هتعرف تخرج منها ابدا. مش هتعرف تخش في الدايناميك اناليسيس خالص خالص خالص. اولا ستاتيك اناليسيس او الكيبرال ستاتيك بنعملها وبنخلص خالص وبنحدد. انما الدايناميك اناليسيس علشان اول خطوه في الدايناميك اناليسيس ان انا لازم اروح اعمل ستاتيك اناليسيس. تخيل كل اللي احنا بنعمله ستاتيك ده اول خطوه بس في مين؟ في الدايناميك. وبعدين بقى تقعد تعمل تشيكات كتيره كده في مين؟ في الدايناميك اناليسيس لحد ما الموديل بتاعك يكون صح وتصححه اعتمادا على الايكوبلانت ستاتيك، وتراعي حاجه اسمها موديف شيب. يعني ايه موديف شيب؟
لما المنشأ بتاعي الزلزال يضربه هيتحرك كده ولا يتحرك كده؟ طيب ماشي، هو ممكن الجزء اللي تحت يتحرك كده والجزء اللي فوق يخش كده. ممكن يتقسم ثلاث قطع، قطعة تخش كده وقطعة تخش كده وقطعة تخش كده، ولازم المودف شيف توصل 90% مش عارف من ايه. مش هتعرف تفهم الديناميك اناليسيس كويس ولا اشتغل في الديناميك اناليسيس كويس غير لما تفهم كويس جدا الايكوفلنت بتاعتك. لو فهمتها هي دي اساس الديناميك، مش هينفع تتعلم الديناميك دلوقتي خالص. على كده مش هينفع تحط في حاجة كتير مرة واحدة، العلم عملية تراكمية واحدة واحدة. لو فهمت ده واستوعبته بكل سهولة أقول لك تذاكر ده منين أو أديك مصادر ليه أو نتقابل أو أعمل لك فيديو سهل يعني، بس إن شاء الله تفهم ده. هنشوف دلوقتي. لا النهارده أصعب حصة ماشي؟ فمش عايز حد بقى يقفقف ولا حد يتكلم، واللي مش مهتم يطلع بره عشان لو حد بيتكلم هطرده. وش كده النهارده حصة صعبة. عاملين حاجة اسمها تايم هيستوري. تايم هيستوري دي مش موجودة عندنا في مصر. يجي يقول لك احنا عندنا دي طريقة تعتمد على السجلات الزمنية، تاريخ الزلازل، واحنا الزلزال الوحيد اللي عندنا احنا حافظين زلزال 92. هو ده الزلزال اللي بناء عليه عملنا علم الزلازل من قبل اصلا ما كناش بنبني زلازل، ما كناش بنبني اصلا. صح؟ تايم هيستوري يجي يقول لك ايه بقى؟ في اليابان وفي الدول المتقدمة في أمريكا يجي يقول لك ايه؟ عندنا مثلا في ولاية كذا ضرب زلزال قوته كذا واستمر زمن مقداره كذا، وسنة كذا ضرب زلزال مقداره كذا، وسنة كذا وسنة كذا، يجيب لك مثلا 150 سنة ورا أو 200 سنة ورا. فوانت بتعمل المنشأ، المنشأ دوت عمره 100 سنة عمره 50 سنة، فتقدر تتوقع الزلزال القادم هيجي امتى وهيجي قوته عاملة ازاي، فتقدر تصمم عليه. ما عندناش احنا الاوبشن ده، فعشان كده الكود ذكرتها بس كده وتعرفها. انما الكود يعني بيشتغل في الترندين دول. وعلى فكره كل المصري في الزلازل بلح. الموضوع ده مش قصدي يعني فاهم؟ وحش يعني مش حلو. الكود المصري في الزلازل وحش خالص. عندنا كود مشهور قوي اسمه يو بي سي 97، حد سمع عنه؟ طيب يو بي سي 97 الدكاترة ما بيتكلموش على الحاجات دي في الكلية؟ عندنا أشهر كود في الزلازل اسمه يو بي سي 97. ده اصلا ده يعني شابتر 14 دوت اللي هو ده بتاع الزلازل او شابتر 13 مش فاكر، اللي هو ده اصلا الكود المصري المترجم مترجم منه وكل الاجواء على فكره. وعلى فكره الكود السوري، الكود السوري كود محترم جدا، الكود السوري مترجم للكود الامريكي بالظبط. يعني انا مش عارف تقرا الكود الامريكي ده كود امريكي، مش عارف تقرا الكود السوري مترجم. مترجم ليه؟ طبعا الحاجات دي مش دلوقتي، الحاجات دي وقتها هيجي، وقتها هيجي، وقتها هيجي. يبقى احنا هنتكلم في طريقه الايه؟ طريقه منحنى الطيف للتجول مبسطه الايكويفلنت ستاتيك فورس. ايه بقى الهدف من القصه دي؟ تعالى بقى ركز كده معايا وسمعني. تعالى كده نكتب هدفنا بكل وضوح. هدفنا من الاسبوع ده كله تصميم الشيب والركوب. بس فالفكره بقى ازاي نجيب الاحمال عليها وازاي نحط الاحمال عليها اصلا. ما كانش بيقابلنا مشاكل خالص في الاحمال قبل كده، انما دلوقتي هي المشكله كلها في الاحمال. انا عندي مبنى هندسي. المبنى دوت في كور، في شير وولز، في عداد. المبنى دوت هيضربه زلزال لا قدر الله يعني. فلما يضربه زلزال لا قدر الله هيضربه فين؟ في السنتر اوف ماس. صح؟ طب الشير وول ديت، تعالى ناخد الشير وول دي كده تبقى ايه محل الدراسه. الشير وول دي في البلان. طب في الاليفيشن شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده؟ الشيرور صح؟ شايفه كام دور مثلا؟ شايفه 12 دور.
طب الفرصه اللي ضربت ديت ضربت في الدور ال 12. طب في الدور ال 11 في فرصه برضه هتضرب، في الدور العاشر في فرصه برضه هتضرب. فاذا انا عندي في كل دور عندي قوه جانبيه. طب الشير وولد بتتصرف كانها ايه؟ سلابه ماشي، بس كاستراكشر هي عامله ازاي؟ طيب تاني، مش الشير وولد دي متثبته تحت الليبشن؟ مش هي متثبته تحت الليبشن؟ وفوق متثبته في اي حاجه؟ فري. فهي عامله كده فيكسد فري. فيكسد فري دي كانها ايه؟ كانها كانت ليه؟ كابولي. الموتش كله كانه كابولي. طب القوه اللي عليه ده في الدور الاول، ده في الدور الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. طب لو انا جبت القوه على الشير وول اقدر ارسم النورمال والمومنت على الشير وول ولا لا؟ تعالى نرسم المومنت. مش انت معاك اندفاع كل دول؟ قوة في مسافة زائد قوة في مسافة زائد قوة في مسافة زائد قوة في مسافة زائد قوة في مسافة جاب لك مومنت ولا لا؟ فالمومنت عامل كده. فالماكسيمم مومنت موجود فوق ولا موجود تحت؟ تحت. قوة في مسافة، قوة في مسافة، دي السهم فين؟ شمال. وتحت فيكسد وفوق مومنت صفر. ماكسيموم مساحة هي اللي فوق. يعني ايه ازاحة؟ ديفليكشن، ديسبليسمنت، الازاحة الماكسيموم هي اللي فوق انما الماكسيموم مومنت فين؟ تحت. يبقى انا جبت المومنت. مش الشير وول دي كانها عمود شايلة من فوق خالص الدور ال 12، طب من تحت ال 11 وال 12، طب اللي بعده العاشر وال 11 وال 12، طب واللي بعده التاسع والعاشر، يعني فوق النورمال بصفر او بقيمه. وكل ما انزل كل ما يحصل النورمال يزيد. يبقى تحت خالص ماكسيمم نورمال اقدر اخد المومنت، اقدر اخد النورمال لكل شير وول ولكل كور وادخلهم على برنامج اس بي كولوم او السي اس اي كولوم واصمم. صح؟ يبقى هو ده الهدف. الهدف هو ايه بقى؟ ان انا اجيب العزوم على مين؟ على الشير وول. اتفضل. هو وضع الاسهم ده الحمل بيزيد. لا هنتكلم بقى في التفصيل. الحمل بيزيد كل ما اطلع فوق هتعرف ليه. طيب ماشي. طب ازاي بقى اجيب القوه في كل دور؟ طب سيبك من ازاي اجيب القوه في كل دور. اولا القوه دي لو 100 طن 10 طن الشير وول هتاخد قد ايه؟ والشير وول هتاخد قد ايه؟ والكور هياخد قد ايه؟ والعمود هياخد قد ايه؟ مش احنا اتفقنا ان مين اللي هيقوم القوه الزلزاليه؟ العناصر الرئيسيه. مين العناصر الرئيسيه؟ الشير وولز والكورس. هل ال 10 طن كلهم هيروحوا للشير وولز؟ اكيد لا خالص. امال ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تقسيم للتورته، التورته بتيجي كده وبنقسمها على بعض. مين اكتر واحد بياكل؟ اكتر واحد عنده كرش، اكتر واحد تخين، صح؟ فاقوى واحد هو اكتر واحد يسمع. مين هو اقوى واحد؟ طب بنحسب ازاي القوة؟ ستيفنس موازي بتاع متجه على 12، موازي بتاع متجه على 12. طب وكور موازي بتاع متجه على 12 زائد نقل محاور. فاكر حاجة اسمها نقل محاور؟ المساحة في المسافة سكوير. فلو أنا حسبت الستيفنس لكل عنصر، ستيفنس بتاع ده وستيفنس ده وستيفنس ده وستيفنس ده، وجمعت الستيفنس بتاع كل المبنى وقسمت الستيفنس ده على مجموع الستيفنس طلعت النسبة المئوية بتاعته. اسحب كام في المية؟ 12%. صح؟ لو حسبت الستيفنس ده 1000 على مجموع الستيفنس 5000 هيطلع يسحب مثلا، بس هو كور بيسحب رقم كبير، بيسحب مثلا 60%. يبقى أي قوة تيجي الكور هيسحب منها كام؟ 60% 50%. طب دوت على حسب بقى 14% 20%.
طب هتلاقي العمدان صغيرة خالص. ليه؟ لأن السيرفس بتاعتها مالها؟ صغيرة. عشان كده بقول لك احنا هنصممها على درجة ونقفلها، ولما يجي عليها عزم، العزم هيجي صغير قوي، هيجي صغير قوي. فأنت هتلاقي العمود مثلا 2% 3% 4% على حسب ليه بقى؟ الاستفن بتاع العمود كده. في مشكلة لحد دلوقتي؟ يبقى أنا أصلا عشان أجيب الحمل على شير وول في الدور الواحد، في الدور الواحد لازم اجيب نصيب كل شير وول قد ايه، صح؟ انا بجيبها بالراجع. طب عشان اجيب اصلا الفرصه الكليه في الدور الواحد ازاي هعمل كده؟ انا لازم اكافئ الزلزال بتاعي بقوه، يعني ده المبدا بتاعي. طريقة التوجيه في الاقتصادي فورس بتيجي تقول لك ايه؟ لو الزلزال بيجي له عجلة او بيجي له ريكتر مقدار كذا، لا انا هكافئ الزلزال دوت بقوة. القوة دي اسمها ايه؟ اسمها قوة القص القاعدي او البيز شير فورس. طب البيز شير فورس دي بتؤثر في، قال لك دي بتأثر في منسوب ضهر الاساسات. تاني كده، تاني. يبقى انا عندي قوة، القوة دي بتمثل قوة الزلزال، اسمها ايه؟ اسمها البيز شير فورس. بنسميها الـ F B. انت لو جبت الـ F B يبقى انت بطل. الموضوع كله بعد كده سهل. طب بعد ما اجيب الاف بي عن طريق قوانين معينه، اف اي فورس في الدور تساوي دبليو اي اتش اي وزن الدور في ارتفاع الدور على سميشن دبليو اي اتش اي في الاف بيز. يعني ايه؟ يعني عن طريق قانون معين، ماليش دعوه بالقانون ده، ماليش دعوه بيه، انساه. اقدر اجيب الفورس في كل دور، بس ده لو انت معاك الاف بيز اصلا. الاف بيز يبقى ده كده عشان ما تخرجش. الاف بيز هي القوه بتضرب المنشا بتاعي، ودي اللي بتمثل قوه الزلزال. بتاثر فين؟ في منسوب ضهر الاساسات. عن طريق الاف بيز هقدر اجيب توزيع القوه في كل دور. عن طريق توزيع القوة في كل دور، القوة اللي في الدور الواحد هقسمها على كل شير وول وعلى كل كور على حسب نصيبه وعلى حسب قوته. هقدر اجيب الشير وول الواحدة واجيب عليها نصيبها من كل دور وابدا اقسم ليها المومنت وابدا اقسم ليها النورمال. تاني؟ تاني تاني. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب القوه على الشير وول في كل دور. عايز اجيب القوه على الشير وول في كل دور. القوه على الشير وول في كل دور لازم اجيب اولا حاجه اسمها الاف بيز. اللي هي ايه الاف بيز؟ الزلزال بيضرب بمقدار 100 طن، 150 طن. القوه الاجماليه، القوه الاجماليه للزلزال. جبت القوة الإجمالية للزلزال عن طريق قانون معين بكل سهولة هوزعها في كل دور. وزعتها في كل دور، في الدور الواحد بقى بعد التوزيع هوزع تاني على كل شير وول. فهمسك الشير وول ديت. الدور هنا بيضرب ب 10 طن، طب نصيبها قد إيه؟ نصيبها 1 طن. طب في الدور اللي فوقيه نصيبها قد إيه؟ نصيبها 2 طن. طب الدور اللي فوقيه نصيبها قد إيه؟ 3 طن. فالشير وول اعرف اجيب الاحمال اللي عليها في كل دور عن طريق قوته، عن طريق تقسيم الحمل في الدور، عن طريق تقسيم الفورسز كلها اللي هي اصلا جايه منين؟ من الاف بيز. يبقى انا هدفي ان انا اجيب اف بيز عشان اجيب المومنت على الشير وول. طب الاف بيز تساوي اي قوة في الدنيا تساوي عجلة في كتلة acceleration في ماس. مادة سهلة اللي هو وزن المنشأ على عجلة الجاذبية الأرضية. دي سهلة.
مين بقى الاكسلريشن؟ تنزل زي مع نفسه خلينا نقسم المشوار بتاعنا لمحطتين رئيسيتين. اول محطه نجيب اصلا الاكسلريشن. انا اصلا عشان اجيب الاكسلريشن دي محتاج معادلات كتير. بعد ما اجيب الاكسلريشن يبقى احنا خلاص خلصنا. بعد ما اجيب الاكسلريشن اجيب الاف بي. بعد ما اجيب الاف بيز اجيب فرصه كل دور. بعد ما اجيب فرصه كل دور اوزعها. بعد ما اوزعها هاخد كل شيء يقول بالتوزيع بتاعها هقسم الايه والايه. الفكره في مين؟ في الاكسلريشن. هو ده لو انت جبته يبقى انت خلصت. ازاي بقى اجيب الاكسلريشن بقى؟ موجود عندك في الكود المصري كود الاحمال 2012